أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن أبي يتعامل مع بنك الربوي، وإذا قلت له إن الربا والبنوك حرام قال لي إن فلان من العلماء قال لا بأس به في فتوى أفتاها، فما حكم أكله وما حكم أكلنا من أكله؟ لكن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. وهل تقول أفتى؟ هذه فتوى مخالفة للآية، مخالفة للآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا. وهل أن تقول أنه يفتي؟ هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يلعن من فعل هذا ويقول: لا، مع هذا مباح. هذه محادة لله ولرسوله، لا، ما هو كل فتوى يؤخذ بها. لكن أصحاب الهوى يأخذون اللي وافق هواهم، أصحاب الهوى يأخذون اللي وافق هواهم. وما كل فتوى تصير صحيحة، وما كل مفتي يصلح للفتوى. فيه ناس جهال يفتون، وفيه ناس علماء لكن علماء ضلال يفتون بغير الحق. ما كل مفتي يؤخذ بفتواه. نعم.